بص عايزك تدخلي ايدك هنا لو في اي حاجه، لو في اي حاجه خلي الموبايل بعد اذنك بعيد. دخلي ايد حضرتك هنا لو في اي حاجه طلعيها. مفيش اي حاجه. تمام، نقفل العلبه اتفقنا، وناخد الفيزا دي نحطها فوقيها كده. اعملي ايد حضرتك كده وقفلي ايدك التانيه عليها. بص في عينك كويس قوي. اوكي، تخيلي دلوقتي ان انت اتحركتي من مكاننا ورحتي مكنه بريد او مكنه تروبي فيها الفيزا تطلعي منها فلوس. ليه تروحي وتتعبي نفسك؟ لا ممكن احنا نجيبها هنا. تجيب ايه؟ خلينا نشوف. بص تخيلي ان انت دلوقتي واقفه قدام المكنه بتاعت البريد ومسكتي الفيزا بتاعتك ودخلتيها. اول حاجه بيطلب منك ايه؟ باسورد. طيب تخيلي انك كتبت الباسورد عبارة عن كم رقم؟ أربعة، زي أي فيزا صح؟ أربع أرقام. فكري في المبلغ اللي عايزة تسحبيه، أو عجبتك حاجة عايزة تشتريها مثلا، أو حاجة عايزة تجيبيها وعايزة تسحبي المبلغ ده. ما أنا هفكر في مبالغ كبيرة أوي. فكري في رقم صغير على قد حاجة عايزة تشتريها معينة. يعني مثلا أنت دلوقتي ماشية في مكان وعجبتك حاجة ومعكيش فلوس ليها، فتفتحي الفيزا تاخدي منها. بلاش مبلغ كبير عشان ما نروحش في داهيه، بس خلينا مبلغ صغير. اتفقنا؟ فكر في رقم كبير ولا صغير؟ فكري في رقم على قد الحاجه اللي انت هتشتريها، ايا كان شنطه، ساعه، طقم، اي حاجه، حاجه بمزاجك. ها تخيل ان انا سحبت الفيزا دي دلوقتي وكتبت الباسورد بتاعها. انا عارف الباسورد بتاعك ايه ولا لا؟ طيب مبدئيا الباسورد بتاعك اخره رقم 5. اخره 5؟ ليه بس مستغرب لما هو اوله 6؟ والله العظيم الباسورد بتاع الفيزا كارت اخره 5 واوله 6. نهارك اسود، بتجيب الحاجات دي منين؟ واوله 6. اوله 6؟ او حياه ربنا. قلت لي فكرتي في مبلغ كام؟ على قد الحاجه اللي انت هتشتريها. اقوله؟ اوكي. يعني حوالي 700 وحاجه كده. حددي لي الحاجه. الحاجه اللي انا عايزاها؟ لا، الحاجه اللي هي الكسر اللي جنب ال 700. بس المكنه ما فيهاش فكه فضيه او كده؟ لا يعني هي بحوالي 720 750 حاجه كده. ركزي على رقم 720. اخر كلام. باسورد بتاع الفيزا بتاعتك اعتقد ان هو 6 8 7 5. صح الرقم ده؟ اول مصحف. شيل ايد حضرتك، نسحب الفيزا، نفتح، نلاقي مبلغ. ممكن تسحبه لو سمحت؟ ممكن تعدهم بعد اذنك؟ قلت لي 720. 1 2 3 4 5 6 27. هما دول اللي انت كنت عايزه تسحبيهم من الفيزا؟ استنى بس. اقعد. لا انت اقعد. بس يا دكتور انا قلت لك والله العظيم. قلت لك كوبايه ميه يا جماعه. كوبايه ميه بسرعه يا مدام دالي. طب استريح على الكرسي ده. استريح 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 على الكرسي. لا استريح، استنى هنا. انت جبتهم منين دول؟ هي طلبت 720. هو جاب الباسورد اصلا ازاي؟ نهار اسود. دول 720 جنيه. والباسورد صح. ودول سحبتهم منين؟ من حسابها؟ طيب. من حسابي؟ يعني انا لو خرجت دلوقتي هلاقي حسابي ناقص 720 جنيه؟ بالظبط. يعني انت ممكن تخش دخلت على حسابها في البنك وانت قاعد هنا وسحبت 720 جنيه وطلعتهم في العلبه؟ حياه ربنا بجد. يعني انا هطلع دلوقتي هلاقي حسابي ناقص 720 اللي انت فكرت فيهم، ولو كنت فكرت في رقم تاني كان اتحول. طب عرفت منين الرقم السري بتاع الفيزا كارت بتاعتك؟ زي ما بعرف اي باسورد، زي ما بعرف اي رقم، زي ما بعرف اي حاجه. في مفاجاتين لسه. والفلوس دي جبتها منين؟ اديني اي عمله مثلا. تاخدي اي عمله انت عايزاها مثلا. لا 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 بس انا ايدي بتترعش والله. ما تخافيش. بص شوف، خلينا ندخل على اللعبه اللي بعدها دلوقتي. معايا بوكس. لا استنى بس يا عزام. يا عزام ايه يا داليا ده؟ والله العظيم ما انا يعني مش عارفه اتعامل على اعصابي. يعني انا دلوقتي لو دخلت بيشوفي كده البنك لما بتسحب فلوس بيبعت رساله على الموبايل. مش عامله لا على انت جبت الفلوس دي منين؟
عزام انت لازم تكون صريح معايا بجد. لا ابعد من انا كده انا كده لا ده انا كده قدام المجتمع وقدام الناس لازم افهم اللي بيحصل ده مش خفه يد يا عزام. لا احنا هنا مش خفه يد, احنا تجاوزنا خفه اليد بمراحل. انت دخلت على واحده ما تعرفهاش دي زميله كاتبه صحفيه وزميلتنا في المحطه في الاعداد, عرفت الباسورد بتاع الفيزا بتاعتها وجبت فلوس اللي هي طالباها بالظبط. الكلام ده لا ما يخشش دماغ عقل, الكلام ده فوق قدرات البشر. اللاعب خفه يد مش خفه يد مين؟ انسى بقى خلاص بقى الفيلم ده, انسى بقى معايا خلاص احنا كده خلاص. خفه يد دي مين بقى ورجل ايه ده يد ايه دي؟ طيب خليني اثبت لحضرتك حاجه بسيطه. خفه يد تجيب لها 720 جنيه من الكارت بتاعها بالباسورد بتاعتها. ما اقدر اعرف اكتر من كده كمان, بس انا لاعب خفه يد ما اقدرش. تعرف اكتر من كده يعني ايه؟ يعني زي ما احنا مثلا عملنا المره اللي فاتت الباسورد او الباسكود بتاع الفيسبوك بتاعه او رقم تليفونه تقريبا, وزي ما عرفت الباسورد بتاع اي حد او بفتح اي موبايل, كله في اطار واحد. لعبه خفه يد دي مش خفه يد يا حبيبي, ما ده اللي بيميزنا. دي معرفه, انت بتعرف حاجه مش معروفه. انت جبت الفلوس دي زي ما بتعمل كده اهو بالظبط. كمل يا بيه, خلينا نشوف نشوف ايه تاني. ما حضرتك 20 جنيه 20 جنيه دي مكتوب عليها حاجه معينه او حاجه بتميزها دونا عن اي فلوس في الكون كله تاني.